اولا لام السبع ثلاثي في اي حته، انا بتكلم على المشهوره، اي المشهوره حته ممكن تيجي هنا هنا في ظهري في رقبتي اي حته، لكن المشهور في نص الصدر. يعني ممكن واحد يجي له الم في كتفه هنا يس طبعا يبقى ذبحه. طبعا لا، وكتفه اليمين مش الشمال. يعني الناس دايما متعوده عشان لا في ذبحه معكوسه بتيجي في اليمين. فممكن جدا دايما او معظم الحالات في النص ورا القص تحت الجرافات على طول تحت عشان كان اللي ما يلبس الجرافات ما يجيلوش ذبحه. كويس. فده تحت القص ده المكان. طب نوعه اي نوع، اي نوع من الالم، من الالم بدايه من حموضه. حموضه والله ياما شفنا ناس عامله مناظير يا استاذ محمود، هو رايح يشتكي من حموضه. اللوجيك يقول له اعمل منظار، وهو مش كده خالص، ويعمل رسمه قلبه يطلع ان عنده ذبحه صدريه. فالحموضه يعني بس اما شوف بقيه الصور. اسمح لي ناخدها حته حته. هو حس بحموضه فخد دواء حموضه راحت الالم راحت. عاده بقى الام الذبحه الصدريه دواء الحموضه ما يضيعهاش. تمام، بس يبقى انت اذا حسيت بكده وخدت دواء حموضه المعتاد عليه والدنيا راقت يبقى تمام. برضه مش قوي يعني لسه ايه، لان ممكن راح لوحده، وحضرتك انت ربطت الدواء بانه راح لوحده ممكن. يعني انت خدت الدواء وهو راح لوحده. تمام، فهو هيربط ده بده مش صح. لكن اما واحد يقول لي انا الحموضه تيجي لي بمطلع سلم، لا لا لما الحموضه تيجي بعد لما اجري لما اجري لما اجري اما انفعل لا. عشان كده بنقول الست اسئله مهمه جدا. تمام، جدا للدكتور وللانسان يسال نفسه. طيب هذا ممكن بيجي ده مكانه ده اين ده المكان نوعه نوعه اي نوع ممكن ممكن يكون سكاكين. ممكن يكون حجر، يحس ان في حجر على صدره، واقف على قلبي كده. او واحد ضغط عليه كده. اي نوع من الالام بيجي نادرا شك دبابيس اللي كان عند الست الوهمه، عند الست الموهومه. فده نوع الالم. بيقعد قد ايه؟ دقايق، دقايق، اربع دقايق، خمس دقايق. ان طول بقى خطر جدا. ان طول ما بقتش ذبحه صدريه، ممكن تبقى جلطه في الشريان التيكي، انسداد. فهو بيقعد دقايق ده العادي. دوت انت لما بتروح المستشفى يعني لا قدر الله يعني بيتحلل الازمه، بتتحل على طول لو رحت على طول في ثانيه بيخلص كل حاجه. ايه اللي بيجيبه؟ المجهود. المجهود يعني اي مجهود بسيط جابه خلاص بقى متشخص. يعني طلعت تسلم وحسيت، طلعت تسلم جريت ورا اتوبيس. فده مهم جدا اللي بيجيبه. طب نسال نفسنا سؤال تاني، في حاجه تانية تجيبه؟ ايوه، الحاجه الساقعه. واحد شرب سيفن اب او بيبسي او كوكا او ايه الساعة، اي مياه غازيه ساقعه، اي مياه غازيه، ممكن يحس بهذا الالم. والناس تطمنه تقول له ما تخافش ده مش مشكله، ده تقلص مريء من الحاجه الساقعه. اه جايز، بس جايز ذبحه. الذبحه وليه المياه الغازيه تجيب حاجه ساقعه؟ تجيب الساقع مش المياه الغازيه، الساقعه وهي نازله بتعمل ضيق في الشريان، يتقلص من السقوعيه، فممكن يحصل هذا المنظر. طيب حاجه ثالثه مهمه جدا، واحد كان في فرح في يناير في قاعه مقفوله والدنيا دفى، وطلع من الفندق لطش لطش ساقعه. يا صدري ما تقلقش يا بابا، ده برد، لطشه برد بس، ده لطشه برد. انا قلت ثلاث حاجات، المجهود، الحاجه الساقعه، والجو الساقع، تغيير الجو. الاكل نادرا لما يعمل كده، يعني لو كان اكله تقيله نادرا لما تعمل الالام الذبحه الصدريه. تمام، ده ايه اللي بيجيه؟ اللي يوديه الراحه. الراحه يعني هو ماشي الم وقف راح الالم. ده اللي بنشخص بيه الالم. ايه اللي بيضيع؟ يقول لك ابطل مجهود، بطل مجهود خلاص، المساله بقت ايه؟ شبه متشخصه. طب تسميعه بقى؟ تسميعه الكتف الشمال والجزء الداخلي من الايد الشمال، يعني كل الصبعين دول، الصبعين دول والكتف. لو بيسمع هنا مالناش دعوه بيه. اليمين لنا دعوه بيه، لان في نوع من انواع الذبحه بيسمع يمين بدل شمال. لا، ولسه بقى الرقبه والفك
يعني درجة يقول لك ايه انا بفك الكرافطه الملقى صحيح بيتخنق او بيتحس. انا عايز اعرف بقى النهجان هنا ايه بقى. لا النهجان ده فشل في وظائف القلب نتيجه نقص الدم ملوش علاقه بالذبحه خالص خالص. اما ما جبتش دم القلب ما بقاش يشتغل كويس فبيديني نهجان عشان احتقان الرئه. يا ما ده ما يخوفش يخوفنا برضو شويه يعني لو بيجي كتير انما لو جه نتيجه مجهود ونهجت خلاص خلاص فهو ده الايه الام الذبحه الصدريه طبعا. تمام. immediately يروح مستشفى.